مشاهدينا متابعينا الكرام، تتواصل التحديات والانطلاقات على أرضية هذا الميدان، حيث ينطلق شوطنا أيضا الشوطنا الخامس عشر المخصص لفئات الإبكار وفئة الجعدان المحليات الأصايل. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين، لجميع الحاضرين بهذا الشوط المميز الذي يحمل هذه الأسماء المميزة. ننطلق لنوافي حضراتكم بالأسماء المتقدمة وبالشعارات بهذا التحدي المميز الذي يحمل هذه الأسماء الممتازة. مباشرة أبدأ مع الصدارة ليجد مشكور خليفة بن راشد بن سرداح من يقدم لنا مشكور مع بداية هذا الشوط. المركز الثاني يتقدم فيه القادم والمتقدم صريح السيب بن سعيد بن حضيرم الاكتبي يقدمه على المركز الثاني. المركز الثالث يأتينا القادم والمتقدم على المركز الثالث بن سليم مع الشامي علي بن سالم بن سليم يقدم لنا الشامي. وأيضا المركز الخامس يأتي هامان سعيد بن علي بن عبيد بن ضاعن الاكتبي يقدمه بهذه اللحظات. وأيضا مشغل محمد بن غدير بن سعيد بن غدير الاكتبي يقدم لنا مشغل على المركز السادس والمركز السابع. وصول وتقدم بهذه اللحظات من قبل المهندس راشد بن صابر بن سعيد الاكتبي يقدم لنا المهندس على المركز أيضا السابع. المركز الثامن الوصول بهذه اللحظات على المركز الثامن. وصول وتقدم بهذه اللحظات من شعار مميز وشعار رائع وجميل. شعارك يا ابو الضبيعه يقدم لنا هذا الاسم المميز مع هملول سالم بن محمد بن الضبيعه الاكتبي وايضا سلهود راشد بن سعيد بن سهيل بن دليوي الاكتبي وايضا وليف خليفه بن نواب بن احمد البلوشي. هذه الاسماء المتقدمه وهذه الشعارات المميزه الجميله الحاضره بالتحدي وبالاثاره بانطلاق مميز. بالتحدي المميز الذي يحمل الأسماء الممتازة والشعارات المميزة. عودتنا إلى مشغل وإلى الشاعر إلى غدير إلى محمد بن غدير بن سعيد الاكتبي من يقدم لنا مشغل مع المركز الأول مع الصدارة مع مقدمة هذا الشوط. ومشكور يأتي على المركز الثاني خليفة بن راشد بن سرداح بشعارك يا مهير يا بن علي يا بن كليب يا الاكتبي من يقدم على المركز الثاني. المركز الثالث يأتينا على المركز الثالث الشامي علي بن سالم بن علي بن سليم الاكتبي يقدم الشامي على المركز الثالث. المركز الرابع يأتينا المهندس راشد بن صابر الاكتبي يقدم لنا المهندس على المركز الرابع. والمركز الخامس هناك الوصول والتقدم والإثارة مع انطلاقة هذا الاسم. وصول وتقدم أيضا مع صريح سيف بن سعيد بن حضيرم الاكتبي يقدمه. وهامان واصل هامان لسعيد بن علي بن عبيد بن ضاعن الاكتبي راعي مثيرة من قدم أمس مثيرة وانتزعت المركز الأول في مهرجان إكسبو. يأتي ليقدم لنا هامان ويبحث عن الفوز والانتصار. وأيضا الأسامي قادمة والشعارات مميزة تحمل المنافسة والتحدي والإثارة. أيضا القادم عزام حمد بن البخيت بن بخيت بن جابر بن مسلم الإنيبي يقدم بهذه اللحظات على المركز السادس والمركز السابع. يتقدم فيها ايضا سلهود راشد بن سعيد بن سهيل بن دليوي الاكتبي يقدم لنا سلهود القادم بكل قوه. وايضا اسامي قويه اسامي قادمه بهذا الشوط المميز بهذا الشوط اللي يحمل هذه الاسماء يحمل الشعارات المميزه. ولكن مشاهدينا متابعينا الكرام عودتنا الى المركز
المركز الأول إلى صدارة الشوط، إلى بداية التحدي والإثارة مع الانطلاق المميز في هذا الشوط. ولكن بوسعيد راشد بن صابر الاكتبي يتقدم، بن صابر يتقدم مع المهندس، يتقدم مع المهندس. ركز يا بن صابر، ركز يا بن صابر في هذا الشوط اللي يحمل هذه الأسماء والشعارات المميزة بانطلاق مميز وبتحديات رائعة وجميلة. المركز الثاني ياتينا مشكور خليفة بن راشد بن سرداح ومهير بن كليب الاكتبي من يقدم ويتابع بهذا الانطلاق المميز، وايضا مشغل لمحمد بن غدير بن سعيد بن غدير الاكتبي قادما بهذه اللحظات. ولكن مشاهدينا متابعينا الكرام، المهندس ياتي على بداية الشوط، ياتي على المركز الاول، ياتي على الصدارة. راشد بن صابر الاكتبي يقدم لنا المهندس، ولكن مشكور يا مهير يا بن كليب الاكتبي يقدمه على المركز الثاني. ولكن مشغل غادم من اخطر الاسماء لمحمد بن غدير بن سعيد الاكتبي. ولكن مشاهدينا متابعين الكرام، الكيلومتر الاخير، ولكن الله يا بن صابر، الله يا راشد، يا بن صابر يا الاكتبي يا ابو سعيد انت السعيد حتى هذه اللحظات. العصا في البطان، ما كلمه ومشغل غادم، ولكن الله بلا اي اوامر بلا اي تعليمات راشد بن صابر الاكتبي ابو سعيد يحقق الفوز والانتصار بلا اي اوامر ولا تعليمات. ما كلمه سلامي عليك يا راعي المهندس، سلامي عليك يا راعي المهندس بلا اي اوامر ولا تعليمات. اعلن الفوز، اعلن الانتصار، اعلن بطولة هذا الشعار مع هذا الاسم المميز. ما شاء الله، مشكور يا راشد يا بن صابر يا الاكتبي، والتهنية موصولة لصابر بن سعيد الاكتبي داعما لهذا الشعار. وايضا المضمر راشد بن صابر الاكتبي، سلامي عليك يا ابو سعيد، مشكور باسم الجمهور بلا اي اوامر ولا تعليمات. يعلن الفوز والانتصار، يعلن بطولة هذا الشعار والاسم المميز. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار لراشد بن صابر الاكتبي. المركز الثاني اللي وصل مشغل على المركز الثاني، من قدم ايضا لغدير بن سعيد الاكتبي. المركز الثالث بن دليوي. المركز الرابع لبن كليب. المركز الخامس لبن ضاع عن التوقيت، 7:44 ثاني افضل توقيت. تهانينا والناموس لراشد بن صابر الاكتبي من قدمه مع الفوز والانتصار. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار وانتزاع المركز الاول.